ما حكم الإسلام في من يشرب الدخان ويصلي في المسجد؟ شربه للدخان حرام، لأن الدخان مضر ومسبب لأمراض خطيرة، وأيضا الدخان مؤذ للناس برائحته ونتنه، فهو يؤذي كل من قرب من المدخن أو جالس المدخن، تأذى بالرائحة الكريهة الخانقة، وربما يتضرر في صحته، ومضر وحرام أيضا، لأنه إتلاف للمال بغير فائدة. الدخان ليس فيه أي فائدة ولا أقل نسبة، ليس فيه وجه أو جزء من الفائدة ولا واحد في الألف، كله ضرر محض، وما كان ضررا محضا فلا شك في تحريمه. قال الله سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكل هذه الآفات تجتمع في الدخان، فهو مضر وهو منفذ للمال بغير فائدة وهو خبيث، وكل هذه الصفات القبيحة تجتمع في الدخان. ولولا أن الله يسلب عقول أناس يشربون الدخان لما شربه عاقل، ولكن كما يقول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فهؤلاء الذين يشربون الدخان في الحقيقة ليس لهم عقول يفكرون بها، يلغون عقولهم تماما، وإلا لو فكروا أدنى تفكير لما أقدموا على شرب الدخان، لأنهم يعترفون أنه مضر وأنه خبيث وأنه منفذ للمال بغير فائدة، يعترفون بذلك. ولكن حكم التقييد الأعمى والعادات السيئة تجر الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه. أما الصلاة إنها واجبة عليه وتصح صلاته، يثاب عليها، لكنه يأثم على شرب الدخان. الدخان معصية يستحق عليها العقوبة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما صلاته فهي صحيحة ويثاب عليها لأنه مسلم، وإن كان عاصيا فإنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لكنه مسلم عاص معرض للعقوبة إلا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك الدخان. نعم.